ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون. أخذنا فيما تقدم أن اليهود والنصارى والمجوس كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان. وأخذنا فيما تقدم أنه لا بد للموحد من البراءة من الشرك وأهله، والبراءة تكون بالقلب واللسان والجوارح، قلب اعتقاد ولسان أن يصرح بلسانه قل يا أيها الكافرون، وجوارح لا يشارك هؤلاء في أعيادهم واحتفالاتهم في طقوسهم وفي لباسهم وما إلى ذلك. قل نلابد أن نعلن هذا بالاعتقاد وبالقول. ترى الكافر ماذا تصنع؟ تقول قل يا أيها الكافرون. بل هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وبالإخلاص في ركعة الفجر، في سنة الفجر وفي سنة المغرب، يبدأ أول النهار بالتوحيد، بأن يجمع بين توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات في أول النهار وفي أول الليل كذلك، وفي صلاة الوتر نعم، وفي ركعتي الطواف. لماذا؟ لأن سورة الإخلاص يأتي معنا أنها أخلصت في وصف الله، وهذا فيها توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، البراءة من الشرك وأهله. تتذكر لأن كثرة المساس يقول تميت الإحساس، تعلن بهذا بماذا؟ بالاعتقاد وباللسان وبالجوارح. قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه، يعني كل مسلم. قل يا أيها الكافرون، يهود نصارى مجوس ملاحدة غير هذا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا لا أعبد ما تعبدون يكون بالاعتقاد وبالقول. يبقى معنا العمل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لأنهم على اعتقاد أنهم لو شهدوا أن لا إله إلا الله كفروا بهذه المعبودات، وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، أقروا بالربوبية وأنكروا توحيد الألوهية، وكانت الخصومة بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا يمكن لي أن أعبد هؤلاء. هذا من حيث العمل، حتى هم لا يمكن أن يتركوا هذه المعبودات وما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لكم دينكم، أي أن هؤلاء أقروا بهذا واختاروا وقامت عليهم الحجة، ولابد أن نحقق قلنا البراءة من الشرك وأهله. لكم دينكم ولي دين. ثم